فائدة المستهلك برنامج إذاعي توعوي يتم إعداده وتقديمه بالتعاون مع المختصين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الجمهور، ليكون بمثابة تواصل أسبوعي بيننا وبينكم في سبيل تأصيل ثقافة استهلاكية سليمة. نافذة المستهلك. أعزائنا المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا فيكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج نافذة المستهلك، واللي يخلق تواصل مباشر بيننا وبينكم أعزائنا بشكل أسبوعي، ونحاول قدر المستطاع إثراء معلوماتكم الاستهلاكية ونشر ثقافة ومبدأ الحقوق والواجبات. معاكم هذا الأسبوع فاطمة محمد وزميلتي في التقديم صفاء صفر، وهذه تحية مني لكم أعزائنا المستمعين، ونتمنى أن القضايا اللي طرحناها في حلقات سابقة كونت قاعدة معلومات كبيرة تخص حقوقكم والتزاماتكم الاستهلاكية من خلال فقرات البرنامج. طبعا بنبتدي معاكم بفقرة قضية وحل، وبعدها إن شاء الله فقرة مستشارك. فاصل مستمعينا ونبتدي معاكم أول فقرة. عزيزي المستهلك، في حال رصدكم لأي مخالفات في الأسواق، يمكنكم التواصل مع مركز اتصال حماية المستهلك على رقم 1700-7003. قضية وحل. نرحب فيكم من بعد الفاصل مستمعينا. اليوم بنتكلم عن سلوك غير سليم من مستهلك تقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك، لكن قبل ما نستعرض الشكوى بنخبركم شنو التصرف غير الحكيم اللي تصرفه المستهلك. هذا المشتكي يعني باع مكيفات بيته كلها، تخيلي فاطمة، يوم دش فصل الشتاء، بواقع أنه هو ما بيستفيد منهم ولا يشغلهم لمدة 4 إلى 5 شهور قدام. لكن شنو تتوقعين سبب هذه البيعة؟ يعني غريبة هالشكوى صفاء. يمكن المشتكي كان محتاج فلوس، ممكن أنه يسدد من خلال دين أو قرض، أو يمكن يعني عنده شيء طارئ. نعم، يعني للأسف ولا سبب من اللي تفضلتي فيهم كان السبب الحقيقي لبيع هذه المكيفات. السبب الحقيقي كان نابع من سوء تقدير وتصرف من هذا المشتكي اللي لجأ لبيع أجهزة ضرورية ورئيسية في بيته عشان يسافر، تخيلي، عشان يسافر في المبالغ اللي بتطلع له من وراء هالبيعة. يعني صراحة أمر غريب، أصلاً ما توقعنا ولا طرى على يعني بالي أنا يعني شخصياً أن هذه هو السبب اللي خلى المستهلك يبيع أجهزة من بيته، علشان أمر مو بأساسي للأسف. نعم. هو أمر ترفيهي وكمالي وغير مهم أصلاً. اليوم إذا أنا مرتاحة صفاء مادياً وعندي مبلغ موفرته، ممكن أن أنا يعني أسافر أرفه عن نفسي بهذا المبلغ. لكن الصراحة إذا ما عندي مبلغ للسفر، أروح وأبيع شيء ضروري، يعني جهاز مهم، يعني مقتنيته في البيت. نعم. لا، يعني هاي شيء غريب. يعني أنا متأكدة فاطمة بأن التساؤلات اللي تفضلتي فيها قاعدة تمر في بال كل المستمعين الحين، لكن خلونا ننتقل معاكم لموضوع الشكوى نفسها. هاي كان يعني تصرف مبدئي ساقنا إلى شكوى. يعني أفاد المشتكي في الشكوى أنه اشترى 3 مكيفات من نوع ويندو من محل تجاري بالأقساط، لأنه طبعا استنزف كل ميزانيته في السفرة وما عنده مبلغ يكفي شراء مكيفات البيته يعني مبلغ كامل. والمحل بالفعل وصل المكيفات لبيت المشتكي، ولكن تبين بأن حجم المكيفات ما يتناسب مع حجم المساحة المخصصة للمكيفات الجديدة، لأن المكيفات القديمة كانت بأحجام معينة ومغايرة للمكيفات الجديدة اللي هو اشتراهم، فالفتحة نفسها اللي موجودة عنده في الغرف ما تتوافق مع حجم المكيفات الجديدة. يعني لكن المشتكي ما انتبه لهذا الموضوع ولا أخذ مقاسات والمساحات اللي موجودة في الغرف الموجودة في بيته قبل ما يشتري المكيفات الجديدة. يعني لا التصرف الأول صح ولا التصرف الثاني صح، لكن نعم. السؤال هني صفاء، شنو كان موضوع الشكوى؟ يعني المشكلة أنه هو اللي تسبب في هذه نعم. المشكلة، شنو كان يعني مفاد شكوته؟ شنو اللي كان يطلبه بالضبط؟ نعم، يعني فاطمة، موضوع الشكوى هو طلب إلغاء العقد بينه وبين المحل التجاري بسبب أنه ما عاد يعني يحتاج أو يبغي هذه المكيفات ويبي يتعامل مع محل ثاني.
مثل ما نعرف أن اليوم الشراء بالأقساط يكون عن طريق عقود، صح فاطمة؟ صحيح. يعني فبعد ما تقدم المشتكي بالشكوى ارتئينا بأن هناك عقد موقع بين الطرفين والمشتكي كان موافق على كل البنود اللي انذكرت في هذا العقد، وفسخ العقد نفسه يترتب عليه يعني جزاءات وإجراءات ثانية لابد للمستهلك أنه يوفي بها. صحيح. طيب شلون كان تصرفكم كإدارة معنية بفض النزاعات بين التاجر والمستهلك في هالحالة؟ نعم، يعني طبعا أي معاملة تجارية تكون محكومة بعقد تكون خارج إطار صلاحيات إدارة حماية المستهلك، يعني للسلطة القضائية الحق في النظر والبت فيها بحسب القانون المدني اللي نظم العقود في البحرين. وبالفعل تم تحويل الشكوى إلى الجهة المعنية للنظر فيها وحل النزاع الحاصل. يعني مستمعينا، هذه حالة غريبة تستدعي أن احنا نتعلم منها، لأن اليوم ما كانت عندنا حكمة في إدارة ميزانية البيت والنظر في الأمور والأولويات اللي على أساسها نمشي حياتنا ونعيش عليها، فما نتذكر إذا واجهتنا مشاكل ونزاعات في المستقبل. وكل فعل أكيد وتصرف غير سليم يعني في النهاية راح تترتب عليه أخطاء ومشاكل كثيرة إحنا من الأساس في غنى عنها. فاصل أعزائي ونعود لكم مع فقرة أخرى وهي فقرة مستشارك. عزيزي المستهلك، هل تعلم بأن عرض عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل في المحل أو تضمينها في أرصدة الشراء تعتبر مخالفة لقانون حماية المستهلك؟ مع تحيات إدارة حماية المستهلك 1700703. مستشارك. نرحب فيكم أعزائنا المستمعين في الفقرة الثانية من برنامجنا لهذا الأسبوع وهي فقرة مستشارك، وضيفنا لهذا الأسبوع راح يكلمنا عن عادة استهلاكية لابد أن احنا تكون يعني عندنا كمستهلكين واللي هي الادخار. الأستاذ عارف خليفة باحث اقتصادي ومحاضر مصرفي ومتخصص في الاقتصاد المجتمعي والسلوك والتمكين الاستهلاكي. نرحب فيك أستاذ في برنامج نافذة المستهلك. مسيلكم بالخير ومشكورين على الاستضافة وعلى هالجهود الطيبة. حياك الله معنا أستاذ عارف. في البداية لو تعرفنا على مشروع كنت تتكلم عنه من فترة في حساباتك الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، واللي هو صندوق ادخاري عائلي للطوارئ المالية، لو تشرح لنا شلون ياتك فكرة إنشاء هذا المشروع؟ طبعا في ظل المتغيرات الاقتصادية والمعيشية وارتفاع تكلفة المعيشة الفردية بشكل طبعا متفاوت، لابد من الإنسان في التفكير في توفير مورد مالي لعموم أفراد العائلة. شلون يستخدم كصندوق تكافلي وادخاري لمساعدة المحتاجين من أفراد العائلة حق شنو؟ حق جميع الحالات الضرورية وفي مختلف الظروف، مثلاً مشروع الزواج والحوادث الطارئة وسداد الديون والعلاج، وبعدين يتحول من موضوع الادخار طبعاً إلى موضوع الاستثمار، مثلاً شراء منزل العمر وغيرها من الحالات. نعم، وشلون يمكن للفرد إدارة ميزانية أسرة كاملة أستاذي؟ هل هناك من نصائح؟ طبعاً كمبدأ أولاً يحتاج ثقافة مالية بسيطة في الوعي المالي والسلوك الاستهلاكي، فهما مرتبطين مع بعض. نعم. بشكل وثيق جدا، يعني متى ما ارتفع سلوكك الاستهلاكي المفروض يرتفع وعيك المالي أساس تكبح جماح السلوك الاستهلاكي الضار. نعم. مثلا يعني يجب أن يتصرف هذا الفرد كقائد مالي وليس مدير مالي، يعني الليدرز احنا دائما نقول انه هو يعطي الاستراتيجيات وليس مدير مالي فقط، يعني يعطي المصاريف ويأخذ الإيرادات. وعادة ما تتكون لدى يعني لدى أصحاب الخبرة والمؤهلين من أصحاب الاختصاص في الأمور المالية. وبعدين معرفة السلوك الاستهلاكي حق كل شخص في أفراد العائلة، ممكن اللي في الجامعة سلوكه الاستهلاكي يفرق عن اللي في المرحلة الابتدائية وهلما جرى. وبعدين وضع خطط
معينة لكل حالة من الحالات بحيث تعطي في النهاية طبعا نفس النتيجة. نعم، يعني أستاذ عارف، يمكن إحنا كمجتمع نعاني من وجود ممارسات وأنماط استهلاكية خاطئة للأسف ما تخلينا ندخر بالطريقة اللي تفضلت فيها. لو نسلط الضوء على هذه الممارسات السلبية معك. طبعا نريد نرجع إلى عدم وجود تخطيط ورؤية مستقبلية. التوفير مثل ما قلنا مثل تقريبا الدايت، يعني تبتدي به ولازم تلتزم به، ويجب أن تكون عندك خطة وخطوات. الشيء الثاني، العامل النفسي مهم جدا في موضوع التقليد. يعني التقليد الأجوف هو يستهلك حوالي 25% من اللي هو ميزانية الأسرة وميزانية الشخص، وهذا دائما ما يحارب في الدول المتقدمة، بحيث مثلا تشوفون يقضون على كثير من الأمور المقلدة. بعض المفاهيم حتى في المجتمع، يعني بعض المفاهيم الخطأ للأسف اللي تدور في المجتمع، منها مثلا مقولة تصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هاي لو الكل يطلع عليها تشوفها ترى هاي مال ناس، احترامنا للكل طبعا، مال شخص فاشل اللي قال هذه طبعا المقولة، أو أصرف ثم ادخر. يعني الناس للأسف متعودين في المجتمع أول شيء يصرف وبعدين يدخر، إذا بديت تصرف ما رايح تدخر، ولذلك القاعدة تقول ادخر ثم أصرف. نعم، يعني طيب أستاذ، هذه بالنسبة للعوامل اللي ما تساعدنا على الادخار، لو تكلم يعني تكلمنا عن العوامل اللي تساعدنا في الادخار في المقابل. طبعا بتكون عكس النقطة الأولى. نعم، وهي أولا الرؤية الواضحة للمستقبل، عندك أهداف، وضع خطط للتوفير، ليش توفر؟ نعم. لما تخلي عندك إن ليش توفر، رايح تبتدي مثلا توفر حق الدراسة، توفر حق مثلا شراء منزل العمر. خطط للتوفير بعيدة المدى، بحيث يعني تخلي قدام عينك العديد من الخطط والأهداف وتشجع نفسك على الوصول إليها. خطط يجب أن تكون قابلة للتطبيق. نعم. بعدين تتجنب المصروفات الغير ضرورية، تشتري الضروريات فقط وأجل باقي المشتريات للأشهر المقبلة، على حد بعد نوعا ما تحمس نفسك دائما تتخلص من الديون. أي دين مثلا على الأمور الكمالية يجب أن تتخلص به بسرعة. طبعا الديون تتكلم الأقساط، وتحاول أن أنت تدفع كل أمورك نقدا. يعني أنا لو أقدر أقول ممكن أن أنت تعلن الحرب على الدين وما تستدين، ابدأ زين، ودائما واعد نفسك بعدم الاحتياج إلى أي مصادر خارجية أبدا. اللي عندك اصرفه، واللي ما عندك لا تستدين إليه. اقتناء حصالة شيء مهم جدا، اقتناء حصالة وطبعا تناول وجبات الطعام في المنزل، لأن اللي هو الوجبات اللي في المطاعم تغطي أكثر من 30%، أو خلينا نقول يعني تصرف أكثر من 30% صحيح من ميزانيات الأكل. نعم. تابع العروض في المتاجر، أوكي، وتعلم الرفض، يعني لا توافق على أي شيء يعرض عليك لشرائه. نعم. مثلا الحين في الفترة مر علينا البلاك فرايدي والسايبر ماندي ياي، هذه الأمور فيها فعلا تخفيضات حقيقية. دون نفقاتك، اكتب أي مصروف، اكتبه أول بأول أساس تعرف الأشياء اللي تتسبب في ضياع أموالك. يعني على قولتنا which you cannot manage it, you cannot اللي ما تستطيع تقيمه، ما تستطيع أن أنت توضع له ميزانية محددة. فلذلك يجب أن طبعا تكتب أول بأول كل مصاريفك عشان ما تضيع أموالك. نعم. طيب بالحديث أستاذ عارف عن هذه العوامل اللي تساعدنا على الادخار اللي تفضلت فيها، شنو هي التقنيات اللي ممكن أن احنا نتبعها للادخار في المدى القريب أو البعيد؟ أنا دائما أنبه إلى نقطتين. الادخار على المدى القريب هو تخفيض المصاريف. نعم. خفض مصاريفك هو الادخار على المدى اللي هو القريب، وادخار ما لا يصل عن 10% و2% إلى ميزانية الطوارئ. نعم. في أي إيراد يدخل عليه،
أي شيء إيراد يدخل عليك يجب أن تشيل منه 10% واثنين حق اللي هو الطور. أما الادخار على المدى البعيد وللأسف الكثير من الناس في المجتمع البحريني والخليجي ما يقدرون يوصلون لهالمرحلة. الادخار على المدى البعيد هو أن أنت تبدأ بالتحول من الادخار إلى الاستثمار بجميع أنواعه طبعا وطرقه، وتراعي المخاطر الموجودة. أما أنت لمدة مثلا أكثر من 5 سنوات فقط تدخر أموالك رايحة تستهلك من خلال طبعا القيمة الفعلية إلى النقود. جميل. يعني لو في النهاية أستاذ عارف تعرض على السادة المستمعين كيفية تعويد أبنائنا على الادخار وتعطيهم أيضا نصائح عامة في إدارة ميزانية الأسرة. الأبناء أولا خلهم يمسكون النقود، علمهم قيمة المال، افتح لهم حساب وخبرهم ترى عندكم حسابات توفير وأنا أخلي لكم وهاي المبالغ تدخل لكم أول بأول. خبرهم عن قيمة المال وأهميته، حدد لهم مصروف شهري ولما يوصلون إلى المصروف الشهري يخلصون يقول لهم ترى مصروفكم انتهى، لازم تعملون بعض الأمور أساس تسوون إيرادات إلى نفسكم. علمهم أن المال وسيلة ومو هدف، ولهم مثلا المواضيع حول المال، علمهم أن المال يعني الكلام في المال والمصاريف ترى موضوع مو محرج، يعني ممكن أنا أقول مثلا دفعت هالقد قيمة حق المدرسة مالتك أو كذا. خلهم شجعهم على وضع ميزانية بسيطة، قل له هاي أعطيك هاي المبلغ إذا حاولت أن أنت تدخر 10% أنا رايح أعطيك عليه إضافة. مشجعات محفزات، ضع لهم محفزات من أجل دخل إضافي. الولد من عمر 6 سنوات يفهم للفلوس، شرح لهم من وين تجي الفلوس، خلهم يستمتعون ببعض مدخراتهم إذا يدخروا ومن وقت لآخر ودهم، وخلهم يشترون لهم أشياء ضرورية تواكب الأمور الموجودة. خذ لهم حصالة وقل لهم خلوا فلوسكم وأنا رايح أضاعفها لكم. طبعا في بعض النصائح لعموم أفراد العائلة وليس للأبناء مثلا. لا أحد يخلط، خصوصا في الفترة الحالية لا تخلط بين النفقات الضرورية والرغبات الشخصية. في أشياء ضرورية ما تقدر تعيش بها وفي أشياء أنت خاطرك فيها، وقفها روح للأمور الضرورية. أضف إلى ذلك كل العروض بجميع أنواعها ما عدا اللي طبعا في تأكيد عليها، لا تخدعك عروض الشركات وإعلاناتهم، ترى كلهم يبحثون عن المال اللي في جيبهم، ما بيسوون لك تخفيضات أساس مثلا خاطر عيونهم. وتذكر أن الأشياء الفخمة والغالية تكون أيضا صيانتها وقطع غيارها أغلى، وبروتوكولها بعد سيكون مكلف. يعني إذا ركبت في سيارة مثلا لكجري لازم يكون لباسك بعد تتناسب معه، وهذا شيء مكلف خصوصا إذا أنت ما كان عندك ميزانية. اجعل المال يعمل لصالح، خلي المال يشتغل لك. فالقاعدة الاستهلاكية تقول كلما زاد المال الذي يعمل لصالح الإنسان قل عمله من أجل المال. وتذكر أنك في كل مرة تقترض من أجل الكماليات، أي موضوع خطير جدا، فإنك تسرق نفسك في المستقبل. ما تقدر تقاعد من وقت، ما تقدر تشتري أشياء ضرورية في المستقبل، تنتظر لين ما تخلص طبعا من قروضك. نعم. طبعا هذه مستمعين نصائح جدا مفيدة سمعناها معاكم من ضيفنا الأستاذ عارف خليفة، باحث اقتصادي ومحاضر مصرفي ومتخصص في الاقتصاد المجتمعي والسلوك والتمكين الاستهلاكي. شاكرين لك هذه الوقفة معنا أستاذ عارف، ونتمنى لك إن شاء الله في مشروعك كل التوفيق. شكرا لك. شكرا لكم. موافقين عليك. هذه تحية مني لكم أعزائنا المستمعين في نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، إن شاء الله نلاقيكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هذا البرنامج من إعداد إدارة حماية المستهلك، من تقديم فاطمة محمد وصفاء صفر، والإخراج محمد نعمة.